السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معنا درس جديد وفكرة ديكورية جديدة. النهاردة يا جماعة نتعلم مع بعض ديكور جميل جدا وسهل ومناسب في غرف الصالات، شبيه الورق الحائط، وديكور مودرن جميل جدا. ادوات اللي انا استخدمها زي ما حضراتكم شايفين لازق 1 سم. تابعوا معايا. حضراتكم شايفين يا جماعه ده الجدار، ده اللون البيج او اصفر جملي زي ما حضراتكم شايفين، اي لون يعجبكم. طبعا هناخد هنا 30 سم ونعلم 30 سم، وهنا 30 سم ونبدا نعلم 30 سم، وفوق برده 30 سم زي ما حضراتكم شايفين كده 30 سم، وهنا 30 سم، وهنا 30 سم، وهنا 30 سم زي ما حضراتكم شايفين 30 سم، ونيجي بردك على اليمين 30 سم، 30 سم، 30 سم، تحت نفس النظام 30 سم، تمام؟ 30 سم، 30 سم، وهنا 30 سم، 30 سم، وهنا 30 سم. هنيجي مرحلة اللزق بقى زي ما حضراتكم شايفين، قلنا ده اللزق كام؟ ده اللزق 1 سم. هنا يا جماعة كده النقطة دي والنقطة دي. نظام البوكسات زي ما حضراتكم شايفين من النقطة دي للنقطة دي. زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه هنبدا بقى العكس، احنا نزلنا كده هنبدا العكس من الزاويه دي النقطه دي النقطه ديت. انا هنا 30 وهنا 30، هنعمل العكس. زي ما حضراتكم شايفين كده. وننزل من النقطه ديت للنقطه الثانيه. نظام سبوكسات يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده. هيبقى كله نفس النظام كده. زي ما حضراتكم شايفين بس جيب كل ماشي. شايفين يا جماعه لزقنا اللزق التيب كده نظام سبوكسات زي ما حضراتكم شايفين، وهناخد هنا من الزاويه دي كام 7 سم ونعمل نقطه، وهنا كام 7 سم ونعمل نقطه، والمسافه دي كلها كام 7 سم ونعمل نقطه، تمام. هنبدا نلزق
هنجيب اللزق التيب زي ما حضراتكم شايفين كده، هنلزق من الزاويه دي للزاويه دي. زي ما حضراتكم شايفين كده هيبقى كله نفس النظام، هنلزق الزاويه دي للزاويه دي كده. قلنا هنا 7 سم وهنا 7 سم ونلزق، وهنا 7 سم وهنا 7 سم ونوصل زي ما حضراتكم شايفين كده، هيبقى كله نفس النظام ده كده. شايفين يا جماعه بعد ما خلصنا لزق التيب هنيجي هنا في النص، عملنا لزق هنا في النص، هنا هنيجي هنا في النص هنعمل كام؟ 7 ونقطه، وهنا 7 ونقطه، والناحيه الثانيه نفس النظام، هنا 7 سم ونعمل نقطه، وهنا 7 سم اهيت، عملنا 7 7 14 اهي. ونجيب اللزق التيب وننزل يا جماعه من النقطه ديت للزاويه دي كده. Thank you.